Merci beaucoup pour votre encouragement. Merci beaucoup pour votre rassemblement sur la chaîne. Les commentaires positifs, les kiosloni kolanhar, vraiment, vous êtes juste magnifique. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, la cuisine encore une fois. غادي نبارطاجي معكم اللحم بخار على الطريقه المغربيه pour l'offrir لولدي لانيفيرسير ديالو لانه عنده لا مالادي سيلياك دونك ياكل سون غلوتين ولا الالتيرناتيف اللي كنلقاه هو نطيب له شي حاجه سبيسيال ماروكان كتعجبو الوغ بيانتو غادي ندير لكم فيديو كيما وعدتكم نهضر لكم على لا مالادي سيلياك ليكسبيريونس ديالي لي ديفيكولتي في لو كوتيديان لي امباكت ديالها على لو بلان بسيكولوجيك سونتي ايموسيونيل على لونفون الوغ غادي نشرح لكم كل شيء عليها بيانتو ان شاء الله تمشيو معايا دابا غادي نمشيو نجيبو الحيمه من بوشخي حلال الناس ديال مغيال كنمشي نجيبو من ارغانا اللي كاينه في فيل سان لوران عنده الحيمه تري فريش ولذيذه دونك ابري راني ندوز لو سنتر فيل دو موريال نجيب دي ماكارون من بوان جي دوهم دي ماكارون زوينين هما غنجيبهم نزوق لهم بيهم لا طابل لي نوصيكم واحد الوصيه اللي كيشري دي ماكارون فور ما فاميليال ياخذ هاد لا بواط من عندهم لا بروميير فوا كنديها ليهم بحال هكا خاوية كيعمروها ليا بلي ماكارون اللي غادي نختار وكنصوفينا في دولار وحاجة أخرى كتعجبوها وايتا هي غادي نجيبها له معايا تابعوا معنا لا فيديو تشوفوا لي ديتاي ديال لا بريباراسيون والناس اللي جداد في القناة مرحبا بيهم و ا بيانتو الى فيديو جديد ان شاء الله مع السلامه باي باي بونجور تو الموند كيما قلت لكم غادي نمشي نهز الحيمه اللي كومونديت ونجيب شويه ديال لي ماكارون ونرجع للكوزينه باش نوجدوا اللحم البخار ديالنا الوغ جبت لا كوموند ديالي غناخد منها هاد لو مورسو هو اللي غيصلح ليا اللحم بخر ندوزو دابا لي زانغريديون نحتاج فصوص ديال الثوم تقريبا 8 تا 10 لانه عندي لو مورسو كبير ديال اللحم غنحتاج جوج معالق ديال البابريكا معلقه ديال الثومه بودغ وجوج معالق ديال سكينجبير معلقة ديال الإبزار معلقة ديال الكركم ومعلقة ديال الملح نص كاس ديال زيت العود
وزعفران شعره على حسب الذوق، الا موجود ديروه، ما موجود صافي بلاش. دابا غادي نبدا نفلح اللحم ديالي، غادي نفلحو كله باش ندخل فيه هذيك الثوم، كتولي ملي كتبخرها كتولي كريموس، و او ميم طون كديزانفيكتي اللحم. غادي نبدا ندخل الثومه في هذوك الحفيرات اللي درت، دابا ناخذ هاد لو ريسيبيون ندير فيه لي زانغريديون كلهم، ندخل لي زانغريديون اونصومبل في بعضياتهم، ايوا ونماريني اللحم. فوالا اللحيمة تمارينات. دابا غادي نحطها على البخار، وفي البخار ديالي كندير الزعتر وكندير الحامض. في لاكومبانيومون غنحتاج دي شامبينيون، بروكولي، شوفلور، سيترونا، وافوكا، ودي ليتو، ايوا ودي بطاطا هما نقيتهم وغادي نقطعهم دابا.
هاد لي بطاط غادي نقليهم. دابا غادي نسوطي هادوك لي شامبينيون، غادي ندير معاهم مليحه وليبزار صافي، وكنسوطيهم في زبيده. وهنايا عندي في هاد الكاسخول عندي خيزو وشويه ديال الجلبانه، اللحيمه ديالنا وجدات. غندوزو لا ديكوراسيون في هاد البلا ديال العود. غادي نبدا بهاد لي باتات اللي قليت، الوغ درت لي باتات مع شويه ديال البصله والمعدنوس شويه زيت العود. الوغ ندوز لهاد خيزو جلبانة، غادي ندير فيه شوية ديال المعدنوس شوية ديال لامايونيز. توا غادي نحطو في هاد الجنيبات. هنا عندي البروكولي والشوفلور، ما غندير فيهم حتى شي حاجه لانه تبخروا، وديجا غادي ناكومباني هادشي كله بان صوص في الاخر غادي تشوفوها. هنا عندي الفخوماج، غديروا الفخوماج اللي كيعجبكم. عندي الزيتون والشامبينيون اللي صوتيت. انتوما غادي ندير زيتونه في هاد لي كوردون، غندير زيتونه وفرماج وغنغطيها بحال شي شابو من الفوق باش غنديكوري بها اللحم في الاخر. غادي نمشي بحال هكا تسالي هاد لا كونتيتي. لاصوص اللي غنأكومباني بها اللحم ديالي هي افوكادو ساوري كريم، جوج معالق ديال مايونيز، نص افوكا، وجوج معالق ديال المعدنوس، وجوج معالق ديال الزيت. الوغ نطحن كلشي، سهله ولذيذه بزاف. الوغ فطوي جناد درت مليحه وكمون والحامض. اي فوالا، نتمنى لا غوسيت تكون عجباتكم. الى اللقاء، مع السلامه. هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو، هابي بيرثداي تو يو. Your day, don't throw it away. I've come to celebrate in a big way. Another year, so come on and cheer. It's the birthday last frontier. Happy birthday to you.